بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا آيات من سورة الأنبياء. هذه السورة التي قلنا إنها تبرز جهد الأنبياء عليهم السلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى توحيد الله، في الإنذار بالآخرة، في الدعوة إلى الله بالحكمة والصبر على إيذاء من آذاهم، في إقامة الأدلة والحجج والبراهين على ما يدعون الناس إليه، في الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. السورة بتستعرض عدد كبير من قصص الأنبياء عليهم السلام بما يخدم موضوع السورة. وكنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وعديناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. ونجيناه، الضمير راجع على سيدنا إبراهيم عليه السلام، هو نجاه الله، هو وابن أخيه لوط عليه السلام من النمرود، وأخرجه إلى الأرض التي بارك الله فيها. ما هي الأرض التي بارك الله فيها؟ هي أرض الشام. الله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فأرض الشام هي أرض مباركة بنص القرآن، وفي أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يمدح أرض الشام ويقول إنها أرض المحشر والمنشر، ويقول إن أهلها في رباط إلى يوم القيامة. ولما سئل عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس. وأكن في بيت المقدس. إذن إحنا بنتكلم على أرض مباركة، والتاريخ يشهد بهذا، أن هذه الأرض شهدت علماء وأولياء وصالحين وقادة ومجاهدين إلى آخره. فالله عز وجل امتن على سيدنا إبراهيم عليه السلام، وامتن على سيدنا لوط بأن أخرجه من عند القوم الظالمين. سيدنا إبراهيم بابلي عراقي، ثم أخرجه الله سبحانه وتعالى مهاجرا، كما خرج نبينا صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة. أخرج الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم أيضا مهاجرا من العراق إلى الشام في هذه الرحلة. فيقول الله سبحانه وتعالى: ونديناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فإذا بركة أهل الشام ليست قاصرة على أهل الشام، ولكنها بركة مادية وبركة معنوية تعم الناس جميعا. وإحنا نشهد هذا، يعني من بركات أهل الشام ما تنبته هذه الأرض مثلا من زيتون أنعم الله سبحانه وتعالى به على أهلها، وينال هذه البركات المادية المسلم وغير المسلم، ويصدر هذا المنتج إلى بلاد العالم جميعا. البركات المعنوية كثيرة جدا، أقلها أو أبرزها وأظهرها أن هذه الأرض فيها بيت المقدس، هذا البيت الذي صلى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا، هذا البيت الذي جعله الله سبحانه وتعالى بوصلة لتعرف الأمة الإسلامية مدى القرب ومدى البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. فإذا كان البيت مهددا محتلا فالأمة بعيدة، إذا كان البيت في يد المسلمين
هم الأسياد على هذا البيت فالأمة الإسلامية قريبة. فهذا البيت هو بوصلة القرب والبعد عن الله سبحانه وتعالى، بوصلة مادية. فهذا البيت يمثل عصارة أعمال المسلمين بتظهر في مرآة، هذه المرآة هي بيت المقدس. لذلك لم يحتل مرة واحدة، وإنما يحتل مرات ومرات حتى يرجع المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فيقول: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وهب الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بعد سيدنا إسماعيل ابنه إسحاق من زوجته سارة. سيدنا إسماعيل كان من الأم المصرية أو من زوجة سيدنا إبراهيم المصرية اللي هي السيدة هاجر، وسيدنا إسحاق كان من زوجته سارة التي كانت عجوزا عقيما بخارقة ربانية استجابة لدعاء سيدنا الله سبحانه وتعالى على آله. زاده ولد الولد، يعني سيدنا إبراهيم عاش لحد ما شاف أولاده وهو كان عقيم ما بيخلفش خالص، شاف ولدين من أولاده اللي هو سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق، وبارك الله وزاده الله ومن عليه الله سبحانه وتعالى بأنه شاف ابنه اللي هو سيدنا يعقوب ابن سيدنا إسحاق عطية من عطاءات الله سبحانه وتعالى، وامتن الله عز وجل زيادة على ذلك فجعل الجميع من الصالحين، فالجميع من أنبياء الله القائمين بأمر الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أبو سيدنا إسماعيل، وسيدنا إسماعيل هو أبو العرب المستعربة اللي منهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعرب العدنانية اللي منهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دول أبناء المصريين والعراقيين، أبناء سيدنا إبراهيم البابلي وأبناء السيدة هاجر المصرية. فلذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحما. فالمصريون هم رحم العرب أو هم أخوال العرب. العرب المراد بها العرب المستعربة، أما العرب القحطانية أو العرب العاربة فهؤلاء أقدم من العرب المستعربة. طيب: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة. من الله سبحانه وتعالى عليهم وجعلهم من أئمة الدين الذين يهدون بهدي الله سبحانه وتعالى ويدلون الخلق على الله. وأفضل ما يمن الله سبحانه وتعالى به على عبد من عباده أن يوظفه عنده، أن يجعله من الأدلاء عليه. وإنك تكون من الأدلاء على الله مش لازم تبقى شيخ ولابس عمة ودكتور ومعاك دكتوراه من الأزهر وكلام زي كده. إنك تبقى دليل على الله ممكن تبقى بكلمة بسيطة، بأمر بالمعروف، بنهي عن المنكر، بسلوكك الطيب بين الناس. والناس في الدلالة على الله سبحانه وتعالى درجات. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لا أحسن ولا أفضل ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بقوله وبفعله. فالله عز وجل امتن على سيدنا إبراهيم وأقر عينه بأبنائه فجعلهم أئمة من أئمة الدين يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى، وجعلهم أئمة يؤتم بهم، وأوحى الله عز وجل إليهم فعل الخيرات التي يحب الله عز وجل من عباده أن يعملوها، وأوحى إليهم أيضا إقام الصلاة على وجهها، وأوحى إليهم إيتاء الزكاة، فامتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، وكانوا لعظيم ربوبية الله ولعظيم ألوهية الله مطيعين موحدين خاضعين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لاحظ هنا أن ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليهم يهدون بأمر الله، ثم تحدث عن أمور هم يفعلونها، فهم الذين يفعلون الخيرات، وهم الذين يقيمون الصلاة، وهم الذين يؤتون الزكاة،
وهم الذين يظهرون عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. وهكذا لأن النبي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى بأخلاقه هو، بأفعاله هو، قبل أن يدعو الناس بأقواله. ولذلك لامتلاء قلب النبي بالقرب من الله والخشية من الله وشديد التزام النبي بأوامر الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل فيه طاقة نور بحيث يتأثر به ويتنور قلب كل من يقترب منه أو يجالسه أو يعاشره. ولذلك كان الصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي في لحظة بمجرد إيمانه ورؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في عداد العدول الذين زكاهم الله في قرآنه في أكثر من آية. وكانوا لنا عابدين. ثم قال: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. سيدنا لوط الله عز وجل آتاه النبوة وأعطاه القضاء بين الخصوم، أعطاه الله حكما يعني كيف يقضي بين الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأعطاه علما أي أعطاه فقه الدين وأعطاه الفهم عن الله وكيفية الدلالة على الله سبحانه وتعالى. فلوطا كان من أنبياء الله أيضا، والأنبياء يقومون بهذه المهام جميعا. ولاحظ هنا أنه ذكر في سيدنا لوط مجموعة أمور لم يذكرها في سيدنا إسحاق ولا في سيدنا يعقوب ولا في سيدنا إبراهيم، لأنه كل هذه الأمور موجودة في كل الأنبياء، فهو يستغني بذكر البعض عند البعض حتى نفهم اشتمال الأنبياء جميعا على هذه الأمور جميعا. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. نجاه الله سبحانه وتعالى من قرية سدوم التي كان أهلها يعملون الأمور الخبيثة، والأمر الخبيث هو الأمر القذر، الأمر النجس الذي يضر الإنسان في جسده ويضر الإنسان في دينه ويضر الإنسان في نفسه وروحه، حيث كان هؤلاء الملاعين يأتون الذكران من العالمين ويقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويعتدون على الناس ويجاهرون بالمعاصي ويتركون ما أحل الله لهم ويأتون ما حرم الله عليهم، بل ويذهبون إلى نبي كلوط عليه السلام ويراودوا ضيفانه، فبلغوا من الفحش والفجر والفسوق درجة عالية كبيرة لدرجة أنهم كانوا يفعلون ذلك في نواديهم، فلم تكن مسألة مقتصرة على واحد أو اثنين أو مجموعة تفعل ذلك وهي مستحية، وإنما وصل الأمر لدرجة الإعلان بالفاحشة. لذلك وردت أحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث عن أن الإعلان بالفاحشة مؤذن بعموم الهلاك. يعني المجتمعات البشرية يا أخوانا لن تكون كالملائكة في أي يوم من الأيام، لأنهم بشر، وسيظل الشر موجودا، وسيظل أهل الشر موجودين، وسيظل الظالمين موجودين، وسيظل الفسق والفجر موجودين، لكن من مقاصد الشريعة أن يكون الشر مقموع وأن يكون الخير عالٍ، إنه يكون الإنسان اللي بيعمل الشر مكسوف من الشر، بيعمله في بيته، بيعمله على استحياء، مش عايز حد يطلع عليه، لأنه مجرد الإعلان عن الشر فيه نشر للشر، فيه دعوة إلى الشر. فالإعلان بالمنكرات أمر سيء يؤذن بهلاك الناس جميعا، يوشك أن يعم الله سبحانه وتعالى الناس بالعقاب. فإذا قوم لوط كانوا يأتون في ناديهم المنكر، لذلك سمى الله سبحانه وتعالى أفعالهم هذه جميعا بأنها أفعال خبيثة قذرة نجسة فيها ضرر على النفوس وعلى الأرواح والأجساد أيضا. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إنهم كانوا قوم سوء، السوء هو الفساد، هو الفعل المكروه، يعني كانوا هم أهل الفساد، كانوا هم أهل الأفعال الشنيعة، الخارجين عن طاعة الله عز وجل بكفرهم وخبائثهم. الفسق هو الخروج
عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والفسق قد يكون خروج بمعصية، وقد يكون خروج بكبيرة بمعصية صغيرة، أو بخروج عن طاعة الله بكبيرة، وقد يكون خروجا عن طاعة الله بالكفر. فكل ده بيشمل اسم الفسق. لكن الغالب على اسم الفسق إذا أطلق ففي مقابلة الكفر خصيصا، فيراد به مجرد المعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لكن إذا أطلقت كلمة الفسق ولم يذكر معها أو في سياقها كلمة الكفر، فقد تطلق على الكفر كما في هذه الآية. فالمراد بالفسق هنا الكفر. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا، أدخل الله عز وجل سيدنا لوطا في رحمة الله تعالى، فهو مشمول بها. ومن آثار رحمة الله عز وجل بلوط عليه السلام إن جاءه مما حل بقومه في الدنيا، وإدخاله جنة الله عز وجل في الآخرة. لماذا؟ إنه من الصالحين، يعني الكاملين في الصلاح. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. نموذج سيدنا لوط هنا اللي القرآن بيجيبه لنا في هذه السورة، ولاحظوا هنا معانا يا أخوانا إن كل نموذج السورة بيجيبه لنا هو نموذج متكرر إلى قيام الساعة. يعني مثلا نموذج سيدنا لوط عليه السلام نموذج للعبد اللي سائر المجتمع اللي حواليه مجتمع يفعل الفواحش. يعني هتقول لي حضرتك والله ده انا عائد، انا الايه الكوميونتي بتاعي، او انا الشله بتاعتي، او انا الجامعه اللي انا فيها، او انا والله ده انا عايش في الغرب في اوروبا او في امريكا او في استراليا او في غيرها، والمجتمع كله بيشرب خمره، والمجتمع كله بزناه ليل نهار، والمجتمع كله مخدرات و و و. اقول لك طب ما سيدنا لوط كان في مجتمع، كان في قريه تعمل الخبائث، ومع ذلك استطاع ان يكون من الصالحين. فإذا القرآن بيأدينا نموذج لإمكانية النجاة الفردية حتى وإن كان المجتمع الذي نعيش فيه أو الوسط الذي نعيش فيه مجتمعا من الفاسدين الفاسقين. ليس الأمر مستحيلا، وإنما الأمر يحتاج إلى عزيمة زائد استجلاب التوفيق من الله سبحانه وتعالى بالدعاء واللجوء إلى الله وصحبة الصالحين إلى غير ذلك من الأسباب التي تعين على النجاة. فإذا ليس بالضرورة إن الإنسان والله إذا اتحط في مجتمع فاسد يكون فاسدا. ليس من الضرورة إن أنا طالما اتولدت في أسرة مثلا بعيدة عن الله إن لازم أكون كده. لا، مش شرط. الإنسان قابل للتغير في أي وقت. الإنسان ممكن يثبت أمام المغريات والفتن. الإنسان ضعيف في هذه الدرجة. الإنسان أسجل الله سبحانه وتعالى له الملائكة، فيا من أسجل الله لك الملائكة لا تقلل من شأنك. أنت مخلوق عظيم تستطيع أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى إلى أعلى الدرجات، فلا تحقرن ما عظم الله سبحانه وتعالى. ثم تعرض الصورة نموذجا آخر لنبي آخر قام بواجبه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واستنفد كل الوسائل الممكنة في إصلاح قومه دون يأس ودون تعب، ومع استخدام وسائل متنوعة وأوقات مختلفة في دعوة قومه إلى الله سبحانه وتعالى، مع ثباته أيضا على ما أوحى الله إليه، مع ثباته على دين الله سبحانه وتعالى، حتى أنجاه الله عز وجل. سيدنا نوح عليه السلام يقول الله عز وجل فيه: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. سيدنا نوح عليه السلام نادى من قبل، نادى ربه، دعا ربه من قبل، من قبل سيدنا إبراهيم ولوط. يعني ترتيب الأنبياء يا أخوانا إنه سيدنا نوح قبل سيدنا إبراهيم، فلذلك قال: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. يعني كما استجبنا وكما نجينا لوطا وكما نجينا إبراهيم وكما نجينا إسحاق ويعقوب وكما نجينا الأنبياء جميعا، كذلك أنجينا قبل ذلك نوحا عليه السلام، استجاب الله دعاءه فأنجاه وأهله من الكرب العظيم، أهلاه وأنجاه وأهله من الغم العظيم. ما هو هذا الغم العظيم؟
هذا الغم العظيم هو أن يناله ما نال قومه من الغرق، فقال الله سبحانه وتعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. الآيات هنا بتشير لأسباب العقوبة بطريقة لطيفة، فلماذا وقع قوم نوح في الغم العظيم؟ لماذا وقع قوم نوح فيما وقعوا إليه؟ الآيات هنا بتشير بتقول إنهم كذبوا بآياتنا، فإذا سيدنا نوح لم يكن من المكذبين بآيات الله، لذلك أنجاه الله. فنستشف نحن من هذه الآيات إن التكذيب بآيات الله، الاستهزاء بآيات الله، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بأحكام الله مجلبة للهلاك والكرب. فمن أراد أن لا يكون في كرب، من أراد أن لا يكون في غم، من أراد أن لا يتعرض لعقوبة الله في الدنيا والآخرة، فليعظم ما عظم الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا سيدنا نوح عليه السلام نجاه الله لأنه كان من الدعاة إلى الله، من أنبياء الله، ومن معه ممن آمن بالله ولم يكذب بآياته. فقال: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء. أيضا كانوا قوما يفعلون السيئات، كانوا أهل سوء، أهل شر، أهل طغيان، أهل إثم، أهل معصية، إنهم كانوا قوم سوء. فماذا فعل الله بهم؟ فأغرقناهم أجمعين. أغرق الله سبحانه وتعالى من كذب بآياته. وهذه العقوبة في الدنيا عقوبة كده يعني مقدمة لما ينتظرهم في الآخرة. تذكر لنا السورة بعد ذلك نموذجا آخر من الأنبياء عليهم السلام الذين أعطاهم الله عز وجل الملك والحكمة، وهذا النموذج نحتاج إليه في علاقاتنا بالناس، سواء أعطانا الله عز وجل الملك أو الحكمة أو الفصل بين الناس أو لم يعطنا الله سبحانه وتعالى. لأن إحنا في حياتنا في أحيان كثيرة جدا الواحد فينا بيسمع حكايات، فينبغي ألا يسارع في الحكم على أحد دون أن يسمع القصة من جميع جوانبها. إحنا أحيانا بيتخذ رأينا في أمور وسمعنا طرف واحد فقط، فينبغي ألا نسارع لإبداء رأي قبل أن نسمع الأطراف جميعا، وهكذا. فسيدنا داود وسيدنا سليمان من أنبياء الله سبحانه وتعالى، سيدنا داود وابنه سيدنا سليمان الله عز وجل أعطاهما النبوة، وأعطاهما مع النبوة الحكم بين الخلق. ولاحظوا هنا معايا أن الآيات بتكرر كلمة الحكم: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف. وبعدين قبل كده قال عن سيدنا لوط: وآتيناه حكما وعلما. فإذا الآيات هنا لو قرأناها بتمعن هنعرف أن وظيفة النبي مش قاصرة على فكرة الوعظ، ولا قاصرة على فكرة أنه يقول كلمته ويمشي. لا، النبي ملتصق بواقع الناس، النبي ربما يكون حاكما، ربما يكون ملكا من كالملوك يعني في الأبهة والملك وكذا وحكم الدنيا. النبي ربما يقود الجيوش لفتح البلدان. فإذا الصورة العلمانية التي تراد أو التي يراد أن تصدر للناس إن المتدينين والأنبياء بالطبع ناس دلاويش ما يفهموش في الدنيا، ما يعرفوش حاجة، ناس بتوع ربنا طيبين وكل حاجة بس ما ينفعوش في المسائل الدنيوية، دي صورة غير صحيحة، ولا فصل أصلا في دين الله عز وجل ولا في خلق الله بين الدين والدنيا. دي صورة جديدة يراد للعقل البشري أنه يتقبلها في ظل العصر العلماني الذي نعيش فيه. فأنبياء الله سبحانه وتعالى جميعا جاءوا لهداية الخلق، نعم، ثم جاءوا أيضا للفصل بين الناس في الخصومات، ولقيادة الناس ولقيادة البشرية إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا أذن الله لهم فإنهم يجاهدون في سبيل الله ويقتلون من خرج عن سبيل الله بعد إقامة الحجج والبراهين، ومن يحارب دين الله، وهكذا. لأن الهدف هو عمارة الأرض بالتوحيد قبل عمارتها
بالعمران. فإذا الله سبحانه وتعالى هنا يقول وداود وسليمان إذ يحكمان. حكم سيدنا داود وسليمان هنا كان في قضية من القضايا، كان في قضية من القضايا. ما هي هذه القضية؟ قضية إنه في مجموعة من الغنم دخلت على زرع من الزروع وانتشرت في هذا الزرع ليلا دون وجود راعيها، فأتلفت الغنم الزرع وأفسدت هذا الزرع على أصحابه، فسيدنا داود عليه السلام حكم بأن تكون الغنم لصاحب الزرع ملكا له بقيمة الزرع الذي أتلفته. بماذا حكم سيدنا داود عليه السلام؟ سيدنا داود حكم بأن الزرع التي أهلكت، بأن الغنم التي أهلكت الزرع تصبح ملكا لصاحب الزرع، لأن صاحب الزرع ده تعب في هذه الأرض وحرثها وصبر على الزرع حتى نضج، ثم أتت هذه الغنم فأتلفته وأضاعت على صاحبها الجهد. فإذا يقول الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. الحرث نفشت فيه، انتشرت في الحرث يعني في الزرع غنم القوم، الغنم التي لبعض الناس، غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، وكنا وكان الله عز وجل لحكم داود وما حكم به داود وما حكم به سليمان بعد ذلك على علم من الله ومرأة من الله لم يغب ذلك عن الله. ففهمناها سليمان، فألهم الله سبحانه وتعالى سيدنا سليمان حكم هذه القضية وجميع الأقضية التي تكون الأقرب لكمال العدل، لكمال العدل. فبماذا حكم سيدنا سليمان عليه السلام؟ سيدنا سليمان أعطاه الله عز وجل ومن الله عز وجل هنا عليه بما لم يمن على أبيه، بما لم يمن على أبيه، فأوحى إليه إنه يحكم على صاحب الغنم بإصلاح الزرع الذي أتلفته هذه الغنم في فترة، وفي هذه الفترة يستفيد صاحب الماء، تضيع الغنم تماما على صاحب الغنم. سيدنا سليمان حكم حكما، هذا الحكم أقرب إلى تحقيق العدل والمراد الإلهي وأقرب إلى مصالح الخلق. فحكم بماذا؟ إن صاحب الزرع التالف يأخذ هذه الغنم فترة معينة يستفيد من لبنها وصوفها، وفي هذه الفترة المعينة يكون صاحب الغنم بيصلح ما أفسدته غنمه من الأرض، ثم بعد ذلك تعود الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه. ثم قال الله سبحانه وتعالى إنه عز وجل آتى داود وسليمان، آتاهما حكما وعلما بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام وحسن الإدارة وإحسان القضاء، وفهمهما الله سبحانه وتعالى هذه الأمور. يقول الله تعالى فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال. ثم امتن الله عز وجل على سيدنا داود بمنة أخرى اختصه سبحانه وتعالى بها، وهي أن الله عز وجل سخر الجبال لسيدنا داود عليه السلام، بحيث صار سيدنا داود عليه السلام إذا سبح تسبح معه الجبال، وإذا سبح تسبح معه الطيش، وكان ذلك جزءا بسيطا من قدرة الله سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يشاء. هل كان تسبيح سيدنا داود وتسبيح الجبال معه وتسبيح الطير منه مسموعا لكل أحد أو مسموعا لسيدنا داود فقط؟ احتمالين كلاهما ممكن
ولا شيء فيه. إذن يحتمل أن يكون سماع تسبيح الجبال والطير خاص بسيدنا داود، ويحتمل أيضا أن يكون سماع التسبيح والطير إذا سبح سيدنا داود أن يكون عاما لكل من يحضر تسبيح سيدنا داود عليه السلام. وهذا ممكن، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع تسبيح الحصى، ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شجرة كانت تسلم علي في مكة قبل النبوة. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذا لبعض صحابة النبي، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحصى فسبح في يديه وسمعه الصحابة، ثم وضعه في يد أبي بكر فسبح وسمعه الصحابة، ثم وضعه في يد عمر فسبح وسمعه الصحابة. وهذه معجزة معروفة ذكرها القاضي عياض في كتاب الشفاء وغيره، وهي معجزة تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة التي حصلت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع وحده، ثم كشف الغطاء للصحابة رضي الله عنهم فصاروا أيضا يسمعون هذا التسبيح. كذلك الأمر مع سيدنا داود، يحتمل أن يكون سيدنا داود يسمع وحده، ويحتمل أن يكون من حضر مجلسه يسمع معه، ويحتمل أن يكون في بعض الأحيان يسمعون وفي بعض الأحيان لا يسمعون، بحسب مراد الله سبحانه وتعالى. وهذا التوافق بين معجزة سيدنا داود وما حكيناه لحضراتكم من تسبيح الحصى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد الحقيقة التي يقولها العلماء، وهي إنه ما من معجزة أكرم الله عز وجل بها نبيا من الأنبياء إلا كان لنبينا صلى الله عليه وسلم مثلها وأفضل منها. يقول الله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وكنا فاعلين بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك وفق علمه ووفق قدرته ووفق إرادته، وإذا أراد سبحانه وتعالى أن يفعل شيئا من ذلك فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. بقي أن أقول لحضراتكم إنه حكم سيدنا سليمان في القضية اللي احنا قلنا حضراتكم عليها، وحكم سيدنا داود عليه السلام، كلاهما حكم اجتهادي قريب من الحق، أو كلاهما يعني كلاهما من صور تسديد الحق. لكن حكم سيدنا سليمان عليه السلام على حداثة سنه وقلة تجربته كان أحسن في هذه القضية من حكم أبيه داود عليهما السلام، وهما في كل أحوال أنبياء، وما يحكمان به هو حكم الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: وعلمناه صنعة لبوس لكم. يسرد الله عز وجل علينا هنا بعض منن الله سبحانه وتعالى على سيدنا داود. فمن الله على سيدنا داود إنه أعطاه الله عز وجل الحكم بين الناس، وفهمه وأعطاه الله عز وجل مع الحكم العلم بشريعة الله عز وجل وبكيفية دلالة الخلق على الله، وأعطاه الله سبحانه وتعالى ميزة أن يسمع تسبيح الجبال والطير معه. ثم يقول لنا إن الله عز وجل مما أعطاه أن علمه صنعة، هذه الصنعة دنيوية تنفع في الأمور الدنيوية. فإذا عطاءات الله سبحانه وتعالى لا تتوقف على الأمور الأخروية، ولكنها كذلك تتناول الأمور الدنيوية. فيقول الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم. ولما ربنا هنا ينص في القرآن في آية وآيات أخرى كثيرة على أن من مننه على عباده، بل مش أي عبد من عباده، ده على نبي، إن نعلمه صنعة دنيوية، فهذا يعلمنا شديد الارتباط بين الدين والدنيا، وعلى شديد الارتباط بين الأنبياء وبين إصلاح الدنيا، وعلى شديد الارتباط بين الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وجوب الاهتمام
لأمور الدنيا من صناعات وزراعات وبنوك وتسويق وإعلام، كل هذه الأمور ينبغي أن المسلمين يتعلموها مستحضرين النموذج المعرفي ليحاولوا إصلاحها حتى يحققوا الغرض من خلقتهم وهو إصلاح الأرض وتعمير الأرض. فيقول الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم. علم الله سبحانه وتعالى سيدنا داود صنعة الدروع، هذه الدروع التي تلبس في الحرب كالثوب. فكان سيدنا داود عليه السلام يصنع، ألهمه الله سبحانه وتعالى أنه يصنع لبس من حديد يمكن أن يلبس في الحروب، وحديد مش أصم، مش حديد أصم، ولكن الحديد عبارة عن حلق متشابكة، حلقات متشابكة. هذه الحلقات تمكن الجسم من الحركة فينثني مع ثنيات الجسم، وفي نفس الوقت يحمي الجسم من ضربات السيوف والرماح وسهام الأعداء. فإذا كان هذا مما ألهم الله عز وجل به سيدنا داود عليه السلام. وحضراتكم يمكن لو شفتوا أو يعني قرأتم في حروب القرون الوسطى وفترة ما قبل اختراع البارود، هتلاقوا أنه لحد فترة قريبة كانت هذه الدروع الداودية يلبسها الناس ويصنعونها في جميع أنحاء العالم تقريبا. وهذا يؤكد الفكرة اللي احنا يعني قلناها أكثر من مرة وأكدها حجة الإسلام الغزالي في أكثر من موطن، وهي أنه سائر علوم البشر، سائر علوم البشر أصلها نبوة قديمة. حتى العلوم الدنيوية، حتى الزراعة، حتى الصناعة، حتى الفلك، حتى الطب والدواء، كلها أصلها نبوة قديمة أو من تعليم الله عز وجل لنبي من أنبيائه، ثم تطورت وأخذت مسارها الطبيعي في التطور البشري، لكن أصلها وبذرتها نبوة قديمة. فالله عز وجل علم سيدنا داود صنعة الدروع، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نشكرها. لذلك قال الله عز وجل: فهل أنتم شاكرون أي نعمة الله عز وجل عليكم بهدايتكم إلى وسائل سلامتكم. فيقول الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ثم يذكر منة امتن الله عز وجل بها، امتن الله سبحانه وتعالى بها على سليمان. لكن قبل ما أذكر المنة التي امتن الله بها على سليمان، عايز أقول لحضراتكم أن تعلم الصناعات لا ينقص من قيمة المرء. الأنبياء عليهم السلام منهم من عمل بصناعة الدروع زي ما أنتم شايفين كده، سيدنا داود، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ومما قرأناه إنه الخلفاء العثمانيين كان عندهم عادة، وهي إنه أبناء هؤلاء الخلفاء لابد إن هم بجوار تعلمهم للعلوم الدينية والدنيوية، لابد إن كل أمير صغير يتعلم صنعة من الصنائع، لابد إن يكون صاحب صنعة. فكان السلطان عبد الحميد مثلا كان يحب النجارة وتعلم النجارة، وكان في أوقات فراغه يصنع الكراسي لقصره بنفسه، وكان عنده ورشة في القصر بتاعه وهكذا. فلذلك احنا في هذا العصر اللي يعني الظروف فيه الاقتصادية وغيرها ودخلين فيها على أيام يعلم بها ربنا، أنا بقول إنه من المستحسن إن احنا نربي أولادنا على صنعة من الصنائع حتى وإن تلقوا أحسن تعليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. فمن المستحسن إن الواحد فينا يكون عنده صنعة بجوار ما يجيده من علم أو ما عنده من مناصب، وهذا نتعلمه من أنبياء الله عليهم السلام. قال: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارتنا فيها. يمن الله عز وجل هنا، يذكر الله منته هنا على سيدنا سليمان عليه السلام، حيث كانت هذه الريح تجري بأمره إلى الأرض التي بارك الله فيها. وهذا نص آخر على بركة هذه الأرض. ما هي الأرض التي بارك الله فيها؟ أرض بيت المقدس أو أرض الشام، أو بيت المقدس بأرض الشام التي بارك الله عز وجل فيها بكثرة الخيرات المادية
والمعنوية فيها. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. يعني كان سيدنا سليمان يأمر الريح، يعني كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه حاجة اسمها التصريف، إنه يتصرف في الريح، فيقول لها اذهبي إلى بيت المقدس وأمطري مثلا، فتمطر هناك حتى يسقي الزرع وحتى يطلع الزرع لأهل هذه الأراضي المباركة. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، وقد أحاط الله عز وجل علما بذلك. فسليمان عليه السلام لا يفعل ذلك من نفسه، وإنما يفعل ذلك بالله وبإذن من الله سبحانه وتعالى ووفق ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ومما من الله به على سليمان أنه كما سخر له الريح فقد سخر له الجن، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. سخر الله عز وجل لسليمان الشياطين، وهؤلاء الشياطين كانوا يدخلون تحت الماء فيخرجون له من قعر البحر الجواهر واللآلئ. الشياطين عندهم قدرة، أو الجن عندهم قدرة، في جن البحر عندهم قدرة على الغوص في أعماق البحار والنزول في الأماكن حتى التي لا يستطيع الإنسان الوصول إليها. فهؤلاء كانوا يغوصون في أعماق البحار ويستخرجون لسيدنا سليمان الجواهر واللآلئ وما يشاء استخراجه منها، ويعملون عملا دون ذلك، ولهم أعمال أخرى سخرهم فيها سيدنا سليمان عليه السلام، كاختراع الصنائع العجيبة وبناء المحاريب والتماثيل والقصور. فالجن اللي عندهم قدرة وقوة أكثر من الإنسان، فربما يعني يعينون في مسألة اختراعات، في مسألة البناء، في مسألة الحرث والزراعة ونحو ذلك. لذلك كثير من الدارسين للحضارات القديمة بيقولوا إنه كثير من هذه الأبنية العظيمة شارك فيها الجن بصورة أو بأخرى. وزي ما حضراتكم عارفين، الجن قد يسخر للمؤمن بلا طلب أو بإذن من الله وفق مراد الله، زي ما حصل مع سيدنا سليمان وزي ما بيحصل مع بعض الصالحين. وقد يسخر بطلب، وإذا طلب الإنسان ذلك فإن شرط الجن حتى يسخر له، إذا كان الجن كافر شرطه إنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا نستبعد، يعني هذا احتمال ممكن عقلا لا شيء فيه، أن تكون بعض الأبنية التي الحضارات القديمة شارك في صنعها، بل بعض الاختراعات والاكتشافات والعلوم التي تنقل قد يكون قد شارك فيها الجن بطريقة أو بأخرى. فلذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ويعملون عملا دون ذلك، يعني غير مسألة الغوص لهم أعمال أخرى. وكنا لهم حافظين، أي أن الله عز وجل بسلطانه وقوته حافظ لهؤلاء الشياطين والجن من الزيغ حتى لا يخرج عن أمر سليمان عليه السلام. فمن أراد أن يزيغ منهم أو يميل منهم عن أمر سليمان نذقه عذاب السعير. فإذا الشياطين والجن حين كانوا يفعلون ذلك لسليمان لم يكونوا يفعلون ذلك بأنفسهم، وإنما أيضا بالله عز وجل. الآيات هنا لاحظ بتختم، الآية هنا بتقول وكنا لهم حافظين، الآية اللي قبلها بتقول وكنا بكل شيء عالمين. عايز يقول لك إنه مهما أعطى الله عز وجل لمخلوق إنسي، سيدنا سليمان لما يسخر الريح مثلا، أو لمخلوق جني الشياطين لما يغوصوا ويروحوا ويجوا مثلا، مهما أعطى الله عز وجل من قدرة عظيمة فإن هذا لا يخرج عن مراد الله، ولا يخرج عن حفظ الله، ولا يخرج عن علم الله، ولا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. ثم تذكر السورة بعد ذلك نموذج آخر من الصبر، نموذج من الصبر. لاحظ هنا إنه القصة اللي قبل سيدنا داود تتحدث عن النعم، والنعم تستدعي الشكر، ثم تتحدث الآيات الآن عن الضلع الآخر من أو الجناح الآخر من جناحي المسلم، وهو الصبر، في نموذج فريد هو نموذج سيدنا
أيوب عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حصر أحوال الإنسان في الصبر والشكر، فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالسورة هنا بتجيب لك نموذج للعبد الشاكر ونموذج للعبد الصابر، حتى إذا ما أعطاك الله عز وجل قصور أو فلل أو سيارات أو عقارات أو أموال عظيمة، فإنت مهما بلغت مش هتكون زي سيدنا سليمان وداود. يعني مهما كان عندك عمرك ما هتعرف تسخر الريح مثلا، ولا عمرك هتعرف تسخر الجن مثلا زي ما حصل مع سيدنا سليمان، ومع ذلك سيدنا سليمان كان عبدا شاكرا. فكأنه الآيات بتقول لكل عبد غني وكل عبد أعطاه الله سلطة أو ملك أو جاه، احترم نفسك، كان في أحسن منك ومع ذلك لم يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم الآيات اللي بعد ذلك اللي بتتكلم عن صبر سيدنا أيوب عليه السلام، فكأنها أيضا تقول لكل مبتلى يظن أن بلاءه ليس مثله، فبتذكر له أيضا نموذج من عبد ولي لله، نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ابتلاه الله بالأمر العظيم، وبلاء استمر لسنوات ومع ذلك كان صابرا محتسبا. فكأن الآيات أيضا بتقول لكل مبتلى يعني بلاءك لن يكون كأيوب، فخذ أيوب قدوة واصبر كما صبر أيوب عليه السلام. فيقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سيدنا داود، سيدنا أيوب عليه السلام، دعا ربه ليرفع عنه الضر الذي مسه وطال أمده، فدعا الله سبحانه وتعالى متوجها بقلبه إلى الله، قال: يا ربي إني مسني الضر، أي اكشف عني يا ربي هذا الضر، وأنت أرحم الراحمين، رحمتك وسعت كل شيء، فاشملني يا ربي برحمتك. فسيدنا أيوب الآن يتوجه بالدعاء إلى الله، وهذا الدعاء يشتمل على طلب رفع البلاء. فإذا نتعلم من هذا أن الواحد فينا إذا وقع في مصيبة عليه أن يتوجه إلى الله، ثم لا مانع أن احنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء، ولا مانع أن ندعو الله تعالى أن يجعلنا من أهل المعافاة، وهكذا. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الله عز وجل أجاب دعاءه وكشف عنه هذا البلاء ورد له عافيته. سيدنا أيوب عليه السلام كان مبتلى في جسده وفي أهله وأولاده، لأن سيدنا داود، سيدنا أيوب ابتلي في جسده بمرض عضال فيما أذكر، يعني أنا غير متأكد من المدة الزمنية، وابتلاه الله سبحانه وتعالى في أهله، حيث فقد سيدنا أيوب عليه السلام أهله وأولاده، فكانت فتنة وكان بلاء عظيم جدا لسيدنا أيوب. فالله عز وجل عوضه عن ذلك كله، فكشف ما به من ضر، أعطاه الصحة في بدنه، وعوضه بعد ذلك ما فقد من أهله وأولاده، وأعطاه مثلهم معهم، ف رزقه الله بالذرية الصالحة بعد ذلك، وعوضه خيرا عما فقد، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. يعني إذا كان أولاده اللي فقدهم ثلاثة فبقى عنده ستة، إذا كانوا ستة فبقى عنده 12، ومثلهم معهم. رحمة من عندنا، أعطاه الله عز وجل الضعف رحمة عظيمة من عند الله سبحانه وتعالى، وليكون قدوة لكل صابر على البلاء، راج رحمة الله سبحانه وتعالى، منقاد له سبحانه وتعالى بالعبودية والتذلل. لذلك يقول: وذكرى للعابدين، حتى يكون سيدنا داود باق في ذاكرة الناس كنموذج ومثال للصبر. فإذا ابتلي كل إنسان فليتذكر أيوب عليه السلام، وليتذكر رحمة الله التي قد تشمله، فلا ييأس من رحمة الله تعالى. ثم تذكر السورة بعد ذلك سيدنا إسماعيل وسيدنا إدريس وسيدنا ذا الكفر، وكل هؤلاء الأنبياء صبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم ينخرطوا في معاصي الله تعالى، صبروا رحمة وشدائد، فاستحقوا أن يذكرهم الله سبحانه وتعالى، وأن يخلد
ذكرهم الله تعالى في القرآن، فيقول الله تعالى: وإسماعيل وإدريس، وكل من الصبر على الطريق صبروا على البلاءات، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. أدخله الله سبحانه وتعالى في رحمته العظيمة وجعلهم من الصالحين الكاملين في الصلاح، أي الذين صلحت بواطنهم وظواهرهم وأطاعوا الله سبحانه وتعالى وعملوا بما أمرهم به، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ثم تذكر السورة بعد ذلك سيدنا يونس عليه السلام صاحب الحوت الذي انصرف عن قومه غضبا لدين الله تعالى بعد أن ضاق صدره بعصيان قومه، وذلك يعني باجتهاد منه دون أن يؤمر بفراقهم. يعني سيدنا يونس عليه السلام دعا قومه إلى الله عز وجل وغضب من عدم استجابة قومه له، ضاق صدره من عصيانهم واستمرارهم في الكفر بالله، فظن أنه أدى مهمته معهم فليذهب إلى غيرهم، وهذا دون إذن من الله سبحانه وتعالى، فلذلك عاقبه الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة لأنه تصرف دون إذن من الله تعالى. فقال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا. والغضب هنا ما كانش غضب لأجل نفسه، أنبياء الله عز وجل أعلى من ذلك، أنبياء لا يغضبون لأنفسهم إنما يغضبون لله، فهو غضب لأن قومه لم يستجيبوا له فذهب إلى غيرهم لعلهم يستجيبون. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. فظن أن لن نقدر عليه، ظن باجتهاد منه أن لن نضيق عليه، يعني هو ظن أن ذهابه من عند قومه إلى آخرين لن يكون محل عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأنه يريد أن يدعو إلى الله في المكان الآخر كما كان يدعو في المكان الأول، فظن أن لن نقدر نقدر هنا يعني نضيق، مش من القدرة، ليس من القدرة، لأنه هذا المعنى لا يصح في حق نبي الله سبحانه وتعالى، أو هذا المعنى يسقط نبوته أصلا ويكر عليها بالبطلان. فظن أن لن نقدر يعني نضيق، وهذا المعنى له شاهد في القرآن: فمن قدر عليه رزقه، من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإذا قدر يعني ضيق، فإذا فظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه بانصرافه عن قومه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فابتلاه الله عز وجل بما ابتلاه به، فنادى ربه في الظلمات. ولاحظ هنا جمع الظلمات: ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة جوف فم الحوت، فهذه ظلمات ثلاث كان فيها سيدنا يونس عليه السلام. في هذه الظلمات نادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وفي هذا اعتراف بالذنب وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى، يقول: لا إله، لا معبود بحق في الوجود كله إلا أنت يا الله، تنزهت عن كل شريك وتنزهت عن كل ما لا يليق بربوبيتك وألوهيتك، أؤكد اعترافي بذنبي فأطلب منك يا ربي العفو والمغفرة. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. استجاب الله عز وجل دعاءه وخلصه من تلك الظلمات ونجاه من الغم. قدر الله عز وجل أن يلفظه الحوت على اليابسة قريبا من الشاطئ، من شاطئ البحر الذي غرق فيه، وهكذا يقدر الله وهكذا يستطيع الله عز وجل أن ينجي كل مؤمن من الغم إذا وقع فيه.
إذا فعل المؤمن كما فعل يونس عليه السلام، فيا صاحب الغم أكثر من قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا صاحب الكرب افعل كما فعل يونس الذي كان في الكرب فتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله عز وجل يحثك على ذلك فيقول وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك نخلص سائر المؤمنين الصادقين، يعني هذا أمر ليس خاصا بيونس عليه السلام، وكذلك نخلص سائر المؤمنين الصادقين من الكروب التي يقعون فيها إذا دعوا الله عز وجل وإذا استغاثوا بالله وإذا لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تذكر السورة بعد ذلك نموذجا آخر من أنبياء الله عز وجل وهو سيدنا زكريا عليه السلام، هذا الرجل الصالح الذي نادى ربه أيضا متوجها بقلبه إلى الله عز وجل يريد شيئا دنيويا وهو الذرية الصالحة. وفي هذا إشارات كثيرة إلى أنه المسلم عليه أنه يسعى للزواج، عليه أنه يسعى إلى إنجاب الذرية الصالحة، عليه أنه يكون نيته في هذا هي تعمير الكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى، نيته في كده أنها تكون صدقة جارية بعد وفاته أو ولد صالح يدعو لي وهكذا. فسيدنا زكريا عليه السلام فيه هذا الجانب البشري الذي يجعل الإنسان يطلب الولد، فيقول الله تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، وهذا الدعاء أيضا يمكن أن يدعوها كل إنسان يطلب الزواج أو كل أخت تطلب الزواج فتقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، حتى يرزقه أو حتى يرزقها الله سبحانه وتعالى بزوج صالح وذرية صالحة طيبة إن شاء الله. سيدنا زكريا بيقول رب لا تذرني فردا، يعني رب لا تتركني وحيدا منقاطعا لا ولد لي يساعدني، فارزقني يا رب وارثا يرثني. والوراثة هنا المراد بها وراثة النبوة ووراثة العلم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، والأنبياء ميراثهم هو العلم يا أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، وحظك من وراثة النبوة بقدر ما عندك من علم بعلوم الأنبياء عليهم السلام وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، استجاب الله عز وجل له دعاءه ووهب له على الكبر بفضل الله عز وجل وقدرة الله تعالى، ولنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أصلحنا بمعنى جعل الله عز وجل زوجته ولودا بعد أن كانت عقيمة، فأصلحها الله سبحانه وتعالى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا أهل بيت صالح مطيع لله عز وجل يسارعون في السير في طريق فعل الخيرات في الأقوال والأفعال والنيات، ويدعون الله عز وجل دائما راغبين راهبين طبعا في ثواب الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، كانوا لنا خائفين متذللين متواضعين لربهم لاجئين إلى الله في عباداتهم وصلواتهم. ثم تذكر السورة قصة هذه المرأة التي هي خير نساء العالمين أو من خير نساء العالمين السيدة مريم عليها السلام، فيقول الله عز وجل والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. السيدة مريم عليها السلام هي الأم الحقيقية لكل امرأة مسلمة عفيفة، والتي أحصنت فرجها. ومسألة إحصان الفرج يا أخواننا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة بلاء عظيم وأمر خطير، لأنه أقوى شهوة عند الإنسان هي هذه الشهوة التي تجعله يميل إلى الطرف الآخر سواء كان رجل أو امرأة، يعني المرأة تميل إلى الرجل والرجل يميل إلى المرأة. فالصبر على هذا البلاء حتى يأتي الحلال وعدم الميل إلى الشهوات وعدم الاستجابة لرغبات النفس حاجة عظيمة. لذلك استحقت السيدة مريم عليها السلام أن تذكر بهذه الفضيلة وبهذه المنقبة، وهي أنها أحصنت فرجها، والتي أحصنت فرجها ليؤكد أيضا على براءتها مما يرميها به اليهود
عليهم من الله ما يستحقون، حيث يرمونها بارتكاب فاحشة الزنا والتي أحصنت فرجها. القرآن هنا يقرر هذه الحقيقة ويرد هذه العقيدة الباطلة في حق السيدة الشريفة المشرفة مريم عليها السلام، فيقول والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. كيف أتاها الولد إذن إذا كانت أحصنت فرجها؟ القرآن يفسر فيقول أمر الله عز وجل جبريل أن ينفخ فيها أو في جيب قميصها، يعني سيدنا جبريل عليه السلام نفخ في جسدها، فأخذت النفخة طريقها فدخلت فرجها، فبهذه النفخة ولد المسيح عليه السلام في بطنها، وجعلها الله عز وجل بولادتها لعيسى من غير أب، وجعل ابنها عيسى كذلك الذي كلم الناس وهو صبي في المهد، وأجرى الله تعالى على يديه المعجزات الباهرة. جعل الله كل ذلك آية عظيمة للعالمين تدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلى تمام ألوهيته، وعلى تمام رعايته لخلقه، وعلى تمام حفظه لعباده. فيقول الله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. ثم تذكر السورة أن هؤلاء الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام حتى آخرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة واحدة، أمة ربانية واحدة، وخط مستقيم واحد. ينبغي لكل إنسان يطلب الهداية ويطلب الصلاح أن يلزم هذا الخط وأن يسير على هذا الصراط المستقيم، فكل انحراف عن هذا الخط الواحد انحراف عن طريق الله تعالى. إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة ربانية واحدة، أمة طائعة واحدة. وإن اختلف الأنبياء وإن اختلف المرسلون وإن اختلفت الأمم فهذه مساواة تامة بين البشر، مهما اختلفت لغاتهم وأقوامهم وطبائعهم وألوانهم، ومهما اختلفت أجناسهم، هذه أمة واحدة يجمعها طاعة الله سبحانه وتعالى، وكلها دين واحد هو دين الإسلام، وكلها يرتبط بإله واحد هو الله سبحانه وتعالى، وبعباد مكرمون اسمهم الأنبياء، وبحقائق كونية. هذه الحقائق الكونية تقرر أن لا متصرف ولا فاعل في الكون إلا الله. هذه الحقائق الكونية التي تقول إن هذه الدار بعدها دار أخرى فيها الجزاء وفيها العقاب. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا